بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى ركن من الإيمان به، ركن من أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه جحد ركنا من أركان الإيمان، وذلك بأن يؤمن بأن الله قدر الأشياء قبل وقوعها وكتبها أولا، علمها سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، علم ما كان وما يكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. حينما خلق القلم قال له اكتب، كتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة. فما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم إن الله جل وعلا يوجد هذه الأشياء في مواقيتها، إذا شاءها وجدت في مواقيتها لا تتأخر عنها، كل شيء يوجد في وقته، يشاءه سبحانه ثم يخلقه في وقته، لا يخرج شيء عن هذا. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر لم يكن مؤمنا بالله عز وجل، وهو متوعد بالنار، فلن يجد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يجزع عند المصيبة ولا يبطر ويفرح عند النعمة، بل يشكر عند النعم ويصبر عند النقم. هذا ملخص القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم بين الحكمة من إخبارنا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فلا بد أن يؤمن الإنسان بهذا. هناك طائفتان من أهل الضلال: طائفة نفت القدر وقالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف وليس له تقدير سابق، لم يقدره الله ولم يكتبه، وإنما يعلمه إذا وقع. هذا مذهب المعتزلة، يقال لهم القدرية لأنهم نفوا القدر، ويقال لهم مجوس هذه الأمة لأنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فهم أثبتوا خالقين مع الله، كما أن المجوس أثبتوا خالقا للخير وخالقا للشر. فهؤلاء زادوا على المجوس بأن قالوا كل إنسان فإنه يخلق فعل نفسه، تعالى الله.
الطائفة الثانية الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مجبور على أفعاله، ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو كالأداة بيد محركها، ليس له مشيئة ولا اختيار، وهو مجبور على ما يفعل. وهؤلاء يقال لهم الجبرية من الجهمية وغيرهم. وسبقهم المشركون، قال الله جل وعلا عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني ما لنا اختيار، احنا الله شاء لنا هذا ونحن ليس لنا اختيار. يسلون أنفسهم بهذا وينفون عنهم اللوم، يقولون لسنا ملومين لأننا مجبرون على هذا الشيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لأنهم يحرمون أشياء لم يحرمها الله، كالسائبة والبحيرة والموصولة، ويستحلون أشياء، يحرمون أشياء ما حرمها الله، ويستحلون أشياء حرمها الله كالميتة، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يدفعون عن أنفسهم اللوم، ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم، كلامكم هذا هل عليه دليل أن الله رضي منكم الكفر والشرك وتحريم الأشياء؟ هل عندكم دليل على أن الله رضي بذلك وأجبركم عليه؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أخبر أنهم سيقولون هذا وقالوه، ذكر الله جل وعلا أنهم قالوه في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ لو كان أن الله رضي بهذا وأنهم ليس لهم اختيار ما كان لإرسال الرسل فائدة، ما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب فائدة. وكونه أرسل الرسل تنهى عن الشرك وعن الكفر وعن الحرام دليل على أن الله لا يرضى بهذا، لا يرضى بهذا ولا يشرعه سبحانه ولا يحبه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا دليل على أن الله لا يرضى بالكفر، لا يرضاه ولا يحبه، ولذلك أرسل الرسل في النهي عنه. نعم. فالجبرية على مذهب المشركين السابقين الذين ذكرهم الله في هذه الآية. نعم. ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد أخبر الله أنهم قالوه كما في سورة النحل، سيقول، شوف سيقول يعني في المستقبل، والسين للتنفيس أي المستقبل القريب، أخبر الله أنهم سيقولونه وقالوه. نعم. قال الله تعالى رادا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. كذب الذين من قبلهم، كذبوا الرسل والكتب واحتجوا بالقضاء والقدر وأنهم لا لوم عليهم. نعم. قال الله تعالى رادا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. حتى أذاقهم الله العقوبة والهلاك، ولو كان الله يرضى هذا لما عاقبهم عليه، حتى ذاقوا بأسنا، لو كان الله كما يقولون أجبرهم على هذا الشيء
كان أجبرهم على هذا الشيء وليس لهم اختيار ما عاقبهم الله، لأن الله لا يظلم أحدا، كيف يعاقب من ليس له اختيار وليس له إرادة ولا مشيئة وإنما هو مجبر؟ تعالى الله عن ذلك. نعم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل لكم حجة على ما تقولون على الله سبحانه وتعالى؟ نعم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إن تتبعون أي ما، إن بمعنى ما، ما تتبعون إلا الظن، والظن أكذب الحديث، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، لا يجوز الإنسان أن يتبع الظن. أمور العقيدة وأصول الإيمان لا بد أن تكون على يقين، ما هي على ظن ولا تخرص توقع. نعم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لله الحجة البالغة عليكم، كيف تحتجون عليه أنتم تقولون أنه أجبرنا؟ الله هو الذي له الحجة البالغة، لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب تنهاكم عن هذا الشيء، وأنتم تقدرون، أعطاكم قدرة تقدرون على تركه وتقدرون على فعل ما أمركم به، عندكم قدرة ومشيئة، فله الحجة، أقام عليكم الحجة سبحانه وتعالى، أقام عليكم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله تعالى المكذبين للرسل حتى ذاقوا بأسنا، لو كان القضاء والقدر حجة لأحد لما أذاقهم الله بأسه وعذبهم، لأنهم يكونون معذورين كما يقولون، يكونون معذورين. نعم. لم يعذب الله تعالى المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. نعم. لو كان مذهبهم صحيحا لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تنهى عن المعاصي والكفر والشرك، أنهم مجبورون على هذا، ما يقدرون يتركونه، إذا ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ يكون عبث هذا. فدل على أن لهم إرادة ولهم اختيار وقدرة، وأنهم وقعوا في هذه الأمور باختيارهم وإرادتهم. نعم. ولهذا عذب الله الأمم الكافرة كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات، وهم قوم لوط، المؤتفكة أهوى غشاها ما غشا، أهلكهم الله. لو كانوا مجبرين على ما هم عليه وما وقعوا فيه لما عذبهم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يكون ظلم، يكون ظلما لهم، والله منزه عن الظلم، فهو الحكم العدل سبحانه. ولما أوجب الله الحدود على الزناة والسراق وشارب الخمور والمرتدين، صاروا مجبرين على هذا ولا لهم قدرة، كيف إن الله يرتب عليهم الحدود؟ جلد الزاني أو رجم الزاني أو قطع يد السارق أو جلد شارب الخمر، كيف يعاقبهم وهو قد قدر ذلك عليهم وأجبرهم وقدره عليهم؟ لكن ما أجبرهم، لهم اختيار. الإنسان إن شاء أطاع الله وإن شاء عصى الله باختياره ومشيئته، أما لو كانوا ليس لهم اختيار ولا قدرة صاروا معذورين. ولذلك المجنون معذور، الصغير دون البلوغ معذور، النائم معذور، المكره معذور، لأنه ليس له اختيار، مجبر على هذا الشيء، أو ليس عنده عقل يميز به بين الحق والباطل. نعم. ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعاً لهواه بغير هدى من الله. نعم. ما يحتج أحد بالقدر، ولذلك الذين يحتجون بالقدر ويقولون إنهم مجبرون على ما يفعلون إنما يتبعون أهواءهم، يتبعون أهواءهم، ليس عندهم دليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، اللي ما عنده علم يتبع هواه، يتبعون إلا الظن وإنهم
إلا يخرصون. الذي يزني إنما اتبع هواه شهوته، الذي يسرق إنما اتبع هواه وشهوته للسرقة، الذي يشرب الخمر إنما شربه لهواه وشهوته. نعم. ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه. هذه حجة مفحمة أيضا، حجة لهم مفحمة. إذا كنتم تقولون إنه لا لوم علينا لأننا مجبرون على ما نفعل، إذا اعتدى عليكم أحد فلا تطالبوا بالعقوبة، لا تطالبوا بالقصاص. إذا قتل لكم قتيل قولوا هذا قضاء وقدر، إذا ضربك أحد لا تنتقم منه، يعني هذا قضاء وقدر، ما هو باختيار، مجبر على هذا. إذا أحد أخذ مالك لا تخاصمه على مذهبك، لأن هذا قضاء وقدر مجبر عليه. فلماذا تخاصم وتطالب بالقصاص، تطالب بالجزاء؟ هذا دليل على أن الجاني ليس مجبرا، ولأنك تطالب بالعقوبة فأنت تتناقض مع نفسك، تلتمس لنفسك العذر ولا تلتمس العذر لغيرك. هذا لا يصلح، هذا من العقلاء. إذا كنت أنت معذور بالقضاء والقدر كما تقول، فاعذر من يعتدي عليك، لأنه إنما مجبور على ما فعل معك، مجبور على هذا. لماذا تطالب بالجزاء؟ وبهذا تفسد الدنيا، يصير الناس كالبهائم، بل أحط من البهائم، ولا مؤاخذة ولا عقاب، ولا تفسد الدنيا بهذا المذهب الخبيث. نعم. ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه. فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه. ولا يعاقبه، معطوف على المنصوب. نعم. نعم. فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم. نعم، كله مجبر عليه. نعم. فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا. يعني كلهم مجبرون، اللي فعل معك خير ما له معروف، اللي فعل معك خير ما له معروف لأنه مجبر على هذا، واللي فعل معك شر هذا غير ملوم لأنه مجبر على هذا. نعم. وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. نعم، هذا ممتنع في الطباع والعقول والشرع. حتى البهائم إذا اعتدي عليها تنتقم لنفسها، أليس كذلك؟ البهائم إذا اعتدي عليها تدافع عن نفسها، هذا دليل على أن الأمور بالاختيار ما هي بال... نعم. وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. وقد قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض. لو كانوا مجبرين ما فرق الله بينهم، لا فرق بين من يصلي ومن يزني، لا فرق بينهم إذا كانوا مجبرين. الله فرق بينهم، قال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فكون الله فرق بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء ينعمهم وهؤلاء يعذبهم، هذا دليل على أنهم غير مجبرين وأن لهم اختيار ومشيئة وإرادة. نعم. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين من الكفار والمشركين، هذا استنكار منه سبحانه وتعالى أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، استنكار ونفي، ولا يليق بحكمته سبحانه وتعالى ذلك. فالمسلمين يرحمهم وينعمهم والمجرمين يعذبهم ويعاقبهم. لماذا فرق بينهم؟ لأنهم فعلوا هذا باختيارهم،
فالذي فعل الخير فعله بإرادته واختياره ورغبته، والذي فعل الشر فعله بإرادته واختياره ورغبته، والجزاء من جنس العمل، هذا العدل من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال: ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم، هذا استنكار. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، من الذي تكفل لهم بهذه الأمور؟ فهذا دليل على أنه هناك فرق بين المؤمنين والكفار والمطيعين والعصاة، وأنهم فعلوا هذه الأمور باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، لا أحد يصرفهم عن ذلك. نعم. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم. وهذه الآيات في مسار واحد، كلها يصدق بعضها بعضا، كلها يصدق بعضها بعضا. أم حسب، هذا استنكار، استفهام استنكار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي اكتسبوها، الاجتراح هو الاكتساب، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استفهام إنكار، أي لا نجعلهم، لا يليق بحكمة الله وعدله أن يجعل هؤلاء مثل هؤلاء. إذن لا فائدة من الأعمال، ولا فائدة من الشرائع، ولا فائدة من إرسال الرسل، سواء محياهم ومماتهم. يمكن في الدنيا يصير الكافر منعم وعنده أموال وأولاد وقوة، والمؤمن يصير فقير ومريض ولا ينال شيء من جزاء أعماله، لأن الله ادخره له في الآخرة. والكافر الله استدرجه في الدنيا من أجل أن يعذبه في الآخرة، حكمة من الله سبحانه وتعالى. لا يستوون في الحياة والموت، في يوم القيامة يميز الله بين هؤلاء وهؤلاء، فيكون فريق في الجنة وفريق في السعير، ما هو مثل الدنيا الأمور مختلطة، في الآخرة لا، يميز الله بينهم، يميز الله بينهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يسرون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا بآياتنا، كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، فأولئك في العذاب محضرون. نعم. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. كذلك لو كان كما يقولون إنه مجبرون على الأعمال، فيكون إذن خلقهم عبثا، إذا صار ما فيه جزاء على الطاعات ومجازات على المعاصي، يكون خلق الناس عبثا، تعالى الله عن ذلك. لو كان ما هناك بعث ولا حساب ولا جزاء، وكل يعمل ما يشاء ولا هناك نتيجة، كان خلقهم عبثا، والله منزه عن العبث. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. لو كان الأمر كما يقولون أنه مجبر، ما حصل أمر ونهي من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا فائدة في الأمر والنهي. نعم. فهذا فيه الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، وأن أمره ونهيه لا فائدة منه، كيف يأمرهم وينهاهم وهم مجبرون على ما يفعلون؟ يصير ما للأمر قيمة ولا للنهي قيمة. نعم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. نعم. ف
فإذا ما إذا أخذ بقولهم أنه مجبرون على أفعالهم صار الإنسان لا فائدة في أمره ونهيه فيكون سدى. نعم، يترك سدى لا يحاسب ولا يجازى ولا، لأنه معذور على قولهم مجبر ليس له اختيار. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: بأربعين سنة. قال: فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى. هذا الحديث حديث عظيم، لكن لا يفهمه أكثر الناس ويغلطون في معناه. يزعمون أن موسى احتج على أبيه آدم، احتج عليه بفعل المعصية، لماذا عصيت ربك، لماذا عصيت ربك، فيظنون أن الله أن موسى عاتب أباه على فعل المعصية، في حين أن موسى عاتبه على المصيبة التي حصلت. لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذه المصيبة التي حصلت بسبب المعصية، بسبب المعصية. فآدم احتج بأن المعصية، بأن الإخراج من الجنة مصيبة، مصيبة، والقدر يحتج به على المصائب. فاحتج آدم على موسى، احتج آدم على موسى بالقدر على المعصية، على المصيبة، ولم يحتج به على فعل المعصية، لأنه فعلها باختياره وليس مجبرا، وموسى يعلم هذا. وأيضا ما يمكن أن موسى يلوم أباه آدم على معصية قد تاب الله عليه منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالحديث ليس فيه حجة للجبرية من وجهين. الوجه الأول أن موسى إنما لام آدم على المصيبة وهي الإخراج من الجنة، ولم يلومه على فعل المعصية لأنه تاب منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. قال: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا أمر من الإيمان، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيصبر على المصيبة ولا يجزع ويتسخط ويعلم أنها بقضاء الله وقدره. أما المعصية فلا أحد من المؤمنين يحتج على فعله، ولكن يتوب ويستغفر، يتوب ويستغفر ويرجع اللوم إلى نفسه، يتوب إلى الله ويستغفر، هذا واضح. نعم. وهذا الحديث ظلت فيه طائفتان، طائفتان: القدرية وهم المعتزلة، والجبرية. المعتزلة الذين ينفون القدر مع أن آدم احتج به على موسى، وهم ينفون القدر، فهذا حجة على المعتزلة. والجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر، إذن آدم يكون مجبر على أكله من الشجرة، فكيف يلومه وهو مجبر على ظن على زعمكم؟ نعم. وهذا الحديث ظلت فيه طائفتان: طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وهم المعتزلة الذين يقولون إن الله لم يرد المعصية ولا شاءها، وإنما العبد هو الذي يفعلها. نعم. وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة، وهم الجبرية. نعم. وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة
وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه. نعم. أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. أهل الحقيقة الصوفية، غلاة الصوفية الذين أن الإنسان عندهم ترتفع عنه التكاليف، إذا وصل إلى درجة من التصوف تسقط عنه التكاليف لأنه صار ولي خاص عليه تكاليف، لأنه عرف وانتهى. نعم، هذول أهل الحقيقة. نعم. وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا، وهم الجبرية. نعم. ومن الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه، وليس للابن أن يحتج على أبيه، قول ساقط. نعم. أو لأنه كان قد تاب، وهذا أيضا قول لا وجه له، لأن موسى ما ذكر الذنب أبدا، ما قال لماذا أكلت من الشجرة، قال لماذا أخرجتنا من الجنة، المصيبة فقط. نعم. أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم كان في أخرى. في شريعة أخرى، كل هذه أقوال لا قيمة لها. نعم. أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى. نعم، كل هذا ما سيأتي الجواب الصحيح. نعم. وكل هذا باطل. كل هذا باطل، كل هذه الأقوال باطلة. نعم. ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة. لم يقل له لماذا أكلت من الشجرة، وإنما قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذه مصيبة. نعم. فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى عليه السلام يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب منه أيضا. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا. لو كان آدم يرى أنه ما عليه لوم ويحتج بالقدر على المعصية لما تاب إلى الله، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم اعترف بأنه ظلم نفسه بالمعصية، اعترف بالمعصية وأنها فعله باختياره، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فلو كان آدم يرى أنه مجبور على المعصية لما تاب، مش يتوب منه هو مجبور. نعم. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم. هذا هو القاعدة، أن المؤمن عند المصائب يصبر، وعند الذنوب يتوب ويستغفر ولا يحتج بالقدر. نعم. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم. نعم. وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. نعم، هذا ما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أن المؤمن عند المصائب يصبر ولا يجزع ولا يتسخط بقضاء الله وقدره، وعند الذنوب يتوب ويستغفر ولا يحتج بالقدر. نعم. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. اصبر، هذا واضح الآية. اصبر على أيش؟ على أذى المشركين، لأن هذه مصيبة. الرسول واجه من المشركين الأذى الكثير والمتاعب، الله جل وعلا قال له اصبر، هذا قضى وقدر. واستغفر لذنبك، شوف، واستغفر لذنبك، ما قال اصبر على ذنبك، قال استغفر لذنبك. فالذنب إنما يفعله الإنسان باختياره وإرادته، فيحتاج إلى الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله فرق بين المصيبة وبين الذنب. عند المصيبة قال اصبر إن وعد الله حق، ولا تجزع، تترك الدعوة إلى الله وتجزع، اصبر واستغفر لذنبك.
إذا حصل منك ذنب فاستغفر. نعم، الآية واضحة في هذا. نعم. فأمره تعالى بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. نعم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذا احتجاج بالقدر على المصيبة، أنها بإذن الله وقدره، فلا تجزع وتتسخط لقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يعلم أن هذه المصيبة بإذن الله يهدي قلبه، يهدي قلبه للإيمان. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الآية، يعني الآية تعني الرجل إذا أصابته مصيبة يعلم أنها من عند الله وأنه لا فرار له منها. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. نعم. والمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله ولم يجزعوا مع بذل الأسباب، هم يصبر ويعطل الأسباب، يصبر ولا يجزع، ولكن يبذل الأسباب للخروج من المأزق ومن الشدة، يعمل الأسباب. نعم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم، كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم. نعم، ولا يجزعوا. نعم. وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر، والصبر واجب باتفاق العلماء. الصبر واجب، وهو في كتاب الله في آيات كثيرة، والصبر هو رأس الإيمان، الذي ليس له صبر لا يكون عنده إيمان. الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، الذي ليس عنده صبر لا يبقى له دين، كما أن الجسد إذا فقد الرأس لم يبقى به حياة. الصبر أمره عظيم، كرره الله في القرآن، أمر به وذكر فوائده ونتائجه. نعم. والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله. الصبر واجب، وأما الرضا، أما الرضا بالمصيبة فهذا ليس واجبا، إن حصل فحسن أنه يرضى، فيرضى ويسلم. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا من كمال الإيمان، الرضا من كمال الإيمان، لكنه ليس بواجب، لأن الإنسان يتألم ويتضايق. ونعم. والرضا قد قيل إنه واجب، وقيل هو مستحب وهو الصحيح. نعم، الرضا ما هو واجب، الصبر واجب وعدم الجزع، أما الرضا هذه درجة عالية ما ينالها كل الناس، لكن إذا حصلت هذا شيء طيب. نعم. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة، لأنها خير له. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما الكافر على العكس، إن أصابته ضراء جزع وتسخط، وإن أصابته سراء أشر وبطر وتكبر. نعم. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، لأنها تنبهه إلى التوبة، ولأنها تقمع ما في نفسه من الكبر والتطاول، ولأنها أعظم شيء فيها أن الله يكفر بها خطاياه. المصائب تكفير للمسلمين، كفر الله بها
خطاياهم. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب إلا كفر الله بها خطاياه. ولما جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتلينا بأشياء كثيرة فصبرنا، ولكن الله قال: من يعمل سوءا يجزى به، وأينا لا يعمل السوء، أينا لا يعمل السوء؟ قال: يا أبا بكر، أليست تصيبك اللأوى وكذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزى به، فذلك ما تجزى به، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها خطاياه. نعم، فالمصائب فيها مصالح للمؤمنين، كفر الله بها خطاياهم وتنبههم للتوبة والاستغفار وإدراك الخطأ. نعم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سبباً لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه. إذا كان ما عنده سيئات وأصابته مصيبة هو ما عنده سيئات، يرفع الله بها درجاته في الجنة، لأن الله قد يكتب للعبد درجة في الجنة لا يبلغها في العمل، فيقدر الله عليه المصائب من أجل أن يرفع الله بها درجاته في الجنة. نعم. ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه. نعم، يتذكر ذنوبه فيتوب إلى الله. نعم. وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. مصالح عظيمة في المصائب للمؤمنين. نعم. وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم. نعم، على العكس، أهل الكفر والشرك على العكس من المؤمنين، إذا أصابتهم مصيبة جزعوا وتسخطوا، لأنهم لا يؤمنون بأنها بقضاء الله وقدره، وإذا أصابتهم نعمة فسقوا وتكبروا وأشروا وبطروا. هذه طريقة أهل الكفر والشرك. نعم. ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها. وإذا أنعم عليهم بالحسنات ما يقولون هذه من الله، يقولون هذه بسبب فعلنا وكسبنا وكدنا ومعرفتنا وحذقنا، كما قال قارون إنما أوتيت لما نصح، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي هذا المال ما هو من الله، إنما هو بكدي وكسبي، فيضيف هذا إلى نفسه ويجحد فضل الله عليه. نعم. كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به؟ عند المعصية قدري، تقول المعصية الله مقدرها علي ولا علي لوم، هذا جبري، هذا قدري. وعند إيه؟ عند الطاعة قدري. عند الطاعة قدري، لأن بعض الناس إذا قيل له صل افعل الطاعة قال: والله إنسان الله مقدر لي إني أصلي صليت، وإنسان ما قدر لي أنا مصلي. هذه لا تزال على ألسنة بعض المخذولين الآن، إذا قيل له تب قال: والله إنسان الله كاتب لي التوبة فأنا بتوب، وإنسان ما كتب لي التوبة فلا لي حيلة. هذا عند إيش؟ المعصية. وعند الطاعة جبري. نعم. كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري. قدري، تقول إنسان الله مقدر لي أن يصلي وأن يتصدق وأني، فأنا فعلت هذا، إنسان ما قدر الله لي فلا حاصل مني شيء. وهذا كثير ما يقوله بعض الجهال. نعم. وعند المعصية جبري، ما تلوم نفسك وتتوب تقول: لا أنا مجبر عليها، ما لي حيلة فيها، ويعطي نفسه العذر لأنه مجبور بزعمه. نعم. عند الطاعة قدري على مذهب المعتزلة، وعند المعصية جبري على مذهب الجبرية. نعم.
أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. نعم. وأهل الهدى مصيبة، يعني إن اللي يختارون في المذاهب والأقوال الآن حتى في غير العقيدة، اللي يختارون الفتاوى اللي تصلح لهم والأقوال اللي تصلح لهم ولو ما عليها دليل ولو هي خطأ، واللي ما تصلح لهم ولو إن عليها دليل وبرهان ما يقبلونها، لأنهم يعني يتبعون أهواءهم. نعم. وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، شكروا الله عليه واعترفوا بفضل الله عليهم. نعم. وأنه هو سبحانه الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين. نعم. وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى. نعم. وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى. نعم. لا يعجبون بعباداتهم وطاعاتهم، لأنهم يعتبرون الفضل من الله، هو الذي وفقهم لها، فهو التي فضل عليهم بذلك، فيشكرون الله على الطاعة ويستغفرون الله عند المعصية. نعم. هم يشكرون عند النعم، والطاعة من أعظم النعم، يشكرون عند النعم والطاعة من أكبر النعم. نعم. فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى. نعم. وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. شوف، النعم ينسبونها إلى الله، وأما الذنوب فإنهم ينسبونها إلى أنفسهم، فيتوبون إلى الله ويستغفرونه. نعم. ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. نعم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو سيد الاستغفار، وفيه الإقرار لله بالربوبية، وأنه الخالق سبحانه وتعالى، وأنه المنعم، أبوء بنعمتك علي، وأن الذنب من قبل العبد، أبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فنسب النعمة إلى الله، ونسب الذنب إلى نفسه، واستغفر، استغفر الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. علنا نقف عند هذا، لأن حديث القدسي هذا طويل، حديث أبي ذر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: نسمع كثيرا من بعض العوام عندما يمر بشخص أو يأتيه مصيبة أو تأتيه مصيبة، يقول الناس له: ما هذا القدر؟ أو بالعامية: وش هالقدر؟ فهل هذا من التسخط والاعتراض؟ وهل ينكر عليهم؟ نعم نعم، ينكر عليهم. هذا وش هالقدر؟ هذا استنكار للقدر، وأنه إن العبد ما يستحق هذا الذي أصابه، فهم يلومون القدر، يلومون القدر، وش هالقدر؟ هذا معناه اللوم وعدم الرضا بالقضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، مترادفان والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: من أراد فعل سيئة ولم يتمكن من فعلها عجزا، فهل يأثم وتكتب عليه السيئة؟ إذا كان بنيته أنه لو تمكن منها فعلها تكتب عليه السيئة، إذا تركها عجزا وفي نيته أنه لو قدر عليها لفعلها تكتب عليه سيئة. نعم. أما إذا عجز عنها وتاب إلى الله وقال: الحمد لله أني ما تمكنت منها، وأن هذا تكتب له حسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: كنت أفعل المعاصي وقد تبت إلى الله عز وجل،
ويسألني من يعرفني عن هذه المعاصي التي كنت أفعلها فأقول هذا قضاء الله وقدره، فهل قولي هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. معاصي عليك أن تستغفر منها ولا تنسبها للقضاء والقدر وأنك مجبر عليها. أقول هذا فعلي وهذه نفسي وهذا الشيطان أغواني وأتوب إلى الله وأستغفره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما مقصود المؤلف لما ذكر المؤتفكات؟ من الأمم التي أهلكها الله وإهلاكه لها بسبب كفرها، فلو كان لها حجة في القضاء والقدر لما أهلكها الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما هي أهم الكتب التي تعيننا فيها في موضوع القضاء والقدر؟ هذا الكتاب واضح، وكتب العقائد مبسط فيها الإيمان بالقضاء والقدر، شرح حديث جبريل تؤمن بالقدر خيره وشره موجود. نعم. تفاسير أيضا مملوءة بذلك، تفاسير أهل السنة. نعم. ولكن لا يفتح الإنسان على نفسه التساؤل في القضاء والقدر، لما عليه أن يسلم ويترك، لا يفتح على نفسه التساؤلات في القضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل القدرية والجبرية ممن كانوا متبعين لهواهم بغير هدى من الله؟ نعم، لأنهم رفضوا الاستدلال بالكتاب والسنة، اتبعوا أهواءهم. كل من ترك الكتاب والسنة عن عمد فإنه متبع لهواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل أن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فليس عندهم إلا أهواء والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل الذين قالوا إن الله تعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها يكونون كفارا؟ بلا شك، لأنهم جحدوا العلم. ولكن يقول الشيخ في الواسطية إن هذا لم يقوله إلا قدماء المعتزلة، نفي العلم ما قال به إلا قدماؤهم، وأما المتأخرون منهم فإنهم يقرون بالعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل الجبرية كفار؟ نعم، الجبرية اللي يقولون لا فائدة من الأمر والنهي لأن الناس مجبورون، إذا كانوا على علم بهذا فهم كفار، أما إذا كانوا جهالا يبين لهم، فإن أصروا بعد البيان حكم عليهم بالكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول أرجو توضيح قولهم إن الأمر أنف. يعني مستأنف، ما له سبق، ما سبق أنه مقدر. أنف يعني مستأنف، ما سبق أنه مقدر ولا أنه مكتوب، إنما هو شيء حدث بدون سابقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هناك من علماء المسلمين من قال يحتج بالقدر على المعاصي بعد التوبة، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح نبد. هذا المعاصي لا يحتج عليها بالقضاء والقدر لأنها من فعل العبد واختياره، أما المصائب فليست من فعل العبد ولا من اختياره، وإنما هي بقضاء الله وقدره. وأنا قلت لكم أن بعض الناس في هذا العصر صاروا يجيبون كلمات ما قالها السلف فيفسدون العقيدة بهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل هذه المقالة من مذهب الجبرية، وهو أن بعض أهل المعاصي يقول الله يهدينا إذا كان يبينا، وما حكمها؟ الله يهدينا هذا طيب، هذا دعاء، لكن إذا كان يبينا يعني ما يبيكم الله، هذا كلام ما هو طيب. الله جل وعلا يحب لعباده الخير كلهم، يحب لهم الخير ويريد لهم الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الإرادة الشرعية. فالله جل وعلا يبيهم، لكن هم الذين عصوا وتمردوا على الله. نعم. فعاقبهم الله، من أعرض أعرض الله عنه، نسوا الله فنسيهم،
أما لو أقبلوا على الله لا أقبل الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الفرق فيما بين المصيبة والمعيبة والمعصية؟ المعصية لا، المعصية أنت اللي فعلتها، أما المصيبة فهي من الله جل وعلا قدرها عليك، هذا الفرق بينهم. نعم. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق فيما بين الجبرية والجهمية أم أنها فرقة واحدة؟ الجبرية يقولون بالجبر ويقولون بالتجهم، يجمعون بين المذاهب الخبيثة، فالجهم بن صفوان جمع بين المذاهب الخبيثة الجبر ونفي الأسماء والصفات، ولهذا يقول ابن القيم فيه: جيم وجيم ثم جيم معهما إلى آخره، يعني جمع بين ثلاثة مذاهب خبيثة الجهمي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل المعتزلة والقدرية فرقة واحدة أم فرقتان؟ هم القدرية، المعتزلة هم القدرية، صار الاصطلاح إذا قيل القدرية فهم المعتزلة، وإن كان يشمل الجبرية والمعتزلة اسم القدرية، لأن هؤلاء نفوه وهؤلاء غلوا في إثباته، يعني يقال لهم قدرية بحكم أنهم كلهم ضلوا في القدر يقال لهم قدرية، لكن عند التفصيل يفرق بين القدرية النفاة، يسمون القدرية النفاة، والجبرية يسمون القدرية الغلاة. انتبهوا، الفرق بين القدرية النفاة والجبرية والجبرية الغلاة. نعم. القدرية الغلاة هم الجبرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس يقولون إن الذين وقعوا في البدع الغليظة لم يعد لهم وجود كالقدرية والجبرية وغيرهم، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل، بل هم موجودون وبكثرة أيضا، ويطبعون كتبهم ويصحونه ويعلقون عليها وينشرونه، فهم موجودون ولكل قوم وارث. نعم. من قرضوا، لكن هؤلاء يريدون ألا يدرس مذهبهم، يرد عليه ويبين عواره، يبون يحط عليها الستار ولا يبحث فيه علشان ينسترون. لا، الواجب فضحهم وبيان مخازيهم والتحذير منهم ومن مذهبهم. نعم. ما رأيتم معرض الكتاب كما اللي عرض فيه من كتب الضلال؟ من أين جتها الكتب هذه؟ إلا أن أهلها موجودون ويتابعونها ويطبعونها ويبيعونها وينشرونها ويعرضونها في المعارض العالمية، كيف تقولون إنهم ما هم موجودين؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل المرض مما يكفر به الذنوب والخطايا؟ كل ما أصاب المسلم حتى الشوكة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها المؤمن يكفر الله بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لو قال قائل: من لم يصبر فقد كفر، لأن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما يقال من لم يصبر فقد كفر، إنسان ضعيف وبشر، يمكن أنه يألمه الشيء ثم ما يصبر. الصبر ما في شك أنه يحمل على الطاعة وعلى عدم الجزع وعدم السخط، لكن ما يقال أن اللي ما يصبر يكفر مطلقا. نعم. إذا أنه فعل شيء يقتضي الكفر، إذا فعل شيئا يقتضي الكفر بعدم صبره صير كافر. نعم. أما إذا لم يفعل شيئا وإنما حصل عنده شيء من الجزع فهذا يقال من أهل الكبائر، مثل النائحة، مثل هذه من أهل الكبائر، ما هي من أهل الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل قصصا عن الجبرية، غير أن بعضها مما يستحيا منه ونتحرج من حكايته، السؤال: ما رأي فضيلتكم في حكاية مثل هذه الحكايات من باب الرد؟ إذا استدعى الأمر ذكرها تذكر، أما إذا لم يستدع الأمر ذكرها فلا حاجة إليها، المقامات تختلف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما مذهب الأشاعرة في القضاء والقدر؟ لا أعلم لهم مذهبا يخالف مذهب أهل السنة، ما أدري. كلام في الأسماء والصفات عندهم هذا معروف، أما القضاء والقدر فلا أعلم لهم كلاما فيه. هم ليسوا معتزلة، هم ضد المعتزلة ويقاومون المعتزلة، لكنهم في باب الأسماء والصفات وأشياء من المسائل خالفوا أهل السنة والجماعة. نعم. قولهم في الكسب، أحسن الله إليك. فهم ليسوا جبرية وليسوا قدرية معتزلة. نعم. قول الأشاعرة بالكسب، هذه الكسب، هذا الكسب عند الأشعري، عند الإمام الأشعري يقول ما هو بعمل ولكنه كسب، لا فرق بينهما، لا فرق بين العمل والكسب. نعم. فهذا تفريق من غير وضوح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول العامة إذا أصابت مصيبة أحدا قالوا فلان ما يستاهل هذه المصيبة؟ يعني إن الله جل ظلمه وهو ما يستاهل، ما يجوز الكلام هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس ينسبون النعم إلى الحظ ولا ينسبونها إلى الله تعالى، فما حكم فعلهم هذا؟ هذا قاله من قبلهم قارون، وذكر الله أن الإنسان إذا أنعم الله عليه نعمة يقول هذا لي، يعني أنا أستحقه، ولا يقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذه قديمة في الناس، هم ينسبون النعم إلى غير الله عز وجل. وإن تصبهم حسنة قالوا لنا هذه، يعني نستحقها، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وكما قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا هذه من عندك، وإذا جاءتهم حسنة قالوا هذه نستحقها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أذنب ثم أتوب ثم أذنب مرة ثانية ثم أتوب وأحاول ألا أذنب، ولكن شهوتي تغلبني فأذنب مرة ثانية ثم أتوب، فهل أنا متلاعب بالتوبة وهل علي شيء؟ اترك الأسباب، أنت ربما أنك ترجع إلى الذنب بسبب أنك ما تركت الأسباب والمغريات التي توقعك في الذنب. ابتعد عن الأسباب، النظر المحرم، الاختلاط بالنساء، النظر في الفضائيات، الخليعة، النظر في الصور الماجنة، ابتعد عن الأسباب ويعينك الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا لا تقنط من رحمة الله، إذا أذنبت تب إلى الله، بادر بالتوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما وجه استدلال الإمام الشافعي على المعتزلة بقوله جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن نفوه كفروا؟ نعم، إذا أقروا أن الله علم كل شيء في الأزل فإنه قد قدره، يلزم من علمه به أنه قد قدره، وإن جحدوه قالوا لا الله ما علمه كفروا، لأنهم جحدوا وصفوا الله بالجهل والعياذ بالله، هذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الأسباب التي جاء أنها ترد القضاء والقدر؟ الدعاء، فإن الدعاء يرد به الله القدر، لأن الله قدر أشياء مبنية على أسباب، إذا فعلت ارتفع القدر، الدعاء يرفع الله به القدر، وإذا لم يدعو نزل عليه القدر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المصائب رحمة للعباد؟ فإن أذنب ذنبا ويحاسبه الله على ذلك؟ رحمة بالمؤمن أن الله يكفر به خطاياه، وأنه يتنبه ويتوب إلى الله عز وجل وينكسر. نعم. فهو رحمة بالمؤمن، ما هو برحمة للناس كلهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أقول إذا حصل لي أي شيء قدر الله ما شاء فعل؟ إذا فعلت السبب ولم تحصل على النتيجة تقول قدر الله وما شاء فعل، أما أنك ما فعلت السبب وتبي الأمور تجيك ببلية فعل سبب، هذا ما يصلح، هذا عجز. نعم.
العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال احرص على ما ينفعك، هذا سبب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما سبب انتكاسة عبد الله القصيمي، وهل تنصحوننا بقراءة كتبه؟ نعوذ بالله، كتبه لا تقرأ، كتبه الأخيرة اللي هي الأغلال والعالم ليس عقلا، ما كتبه بعد ضلاله لا يقرأ، أما ما كتبه قبل أن يضل هذا فيه فائدة وفيه علم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا أحد الطلاب الذين يحضرون هذه الدروس بفضل الله ومنته، ولكن سؤالي يا صاحب الفضيلة أنه يوجد عند بعض طلاب العلم الحاضرين حقد على بعض العلماء والمشايخ، ولا أدري ما هو السبب، هل السبب هو جفاء القلوب أو الحسد أو الغل الذي في قلوبنا؟ ونريد منكم نصيحة للحضور ولمن يسمع هذا الأمر بالابتعاد عن التحزب والتعصب والقدح في المشايخ وأهل العلم. نعم، هذا كتب فيه كتابات وفيه محاضرات وفيه تنبيهات والحمد لله، فالواجب على المسلمين عموما أنهم إخوة، وإذا أخطأ منهم أحد أنهم يناصحونه وينبهونه، وعلى طلبة العلم بالخصوص لأنهم قدوة أن لا يتحزبوا وكل ينضم إلى جماعة وإلى حزب، بل كلنا والله الحمد جماعة واحدة وحزب واحد، حزب الله سبحانه وتعالى، علينا أن ننضوي تحت لواء أهل السنة والجماعة، ونترك التحزبات والتفرقات والتنابز بالألقاب، نترك هذه الأمور ونتناصح فيما بيننا، نتناصح فيما بيننا، المخطئ يرجع للصواب ولا يتعصب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم قول بعض الناس فعلت الذي علي والباقي على الله؟ نعم، لا بأس، يقول فعلت السبب والنتيجة عند الله سبحانه وتعالى، هذا من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من أسماء الله تعالى المسعر؟ وما الدليل؟ لا لا، هذا إخبار، إن الله هو المسعر هذا إخبار وليس تسمية لله لأنه المسعر، هذا إخبار بأن الأمور بيد الله، هو الذي يرخص الأسعار وهو الذي يغليها على الناس لحكمة منه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الحفي من أسماء الله؟ لأن الله تعالى قال عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. يعني حفاوة، هو الحفي من الحفاوة، وهي الاعتناء به، فبه هذا المعنى، هذا من باب الإخبار، ما هم من باب إنه كان بي حفيا، هذا إخبار من إبراهيم وليس تسمية، ما قال يا حفي. نعم، هذا من باب الإخبار عن الله أنه حفي به، معتن سبحانه وتعالى به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إمام صلى بالناس صلاة الجنازة بخمس تكبيرات، وقال قبل الصلاة: إن هذه المرأة الميتة امرأة صالحة، ولذلك سنكبر عليها خمس تكبيرات، فما رأي فضيلتكم بفعله؟ هذا شذوذ ولا يجوز، لا يجوز الإنسان أنه يشذ. تكبيرات أربع المجمع عليها عند أهل العلم، أربع تكبيرات: الأولى بعدها قراءة الفاتحة، الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية، والثالثة بعدها الدعاء للميت ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، والرابعة بعدها السلام. هذا الذي عليه العمل في هذه البلاد، فلا يجي واحد وينبش عن أقوال وعن أشياء ويظهرها ويشوش على الناس، إذا أراد أنه يعمل هو بنفسه كيف يعمل ما يشاء بنفسه منفردا، أما أنه يكون إمام ويجيب الأقوال الشاذة ويتتبع المذاهب التي لا يعمل بها هنا يشوش على الناس، هذا لا يجوز ولا يصلح أن يكون إمام، هذا ينبغي أنه يعزل عن الإمامة إلا إن تراجع وترك هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ثبت عن الإمامين الإمام الشافعي والإمام أحمد أنهما تناظرا في حكم تارك الصلاة؟ لا أدري، ما أعلم هذا. نعم، أحسن الله.